السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أبنائي التلاميذ، بناتي التلميذات، أتمنى أن تكونوا بخير. إذا مرحبا بكم في هذه السلسلة التي سننجز من خلالها مجموعة من الفروض في مادة الرياضيات والفيزياء، وكذلك إن شاء الله الفرنسية بالنسبة للسنوات الثلاث، يعني السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة. هذا كما ترون في الشاشة عندكم، هذا فرض في مادة الرياضيات، يعني الفرض الأول في الدورة الأولى. إذا في مادة الرياضيات بالنسبة للسنة الثانية كما ترون، والمدة هي ساعتان. إذا عندنا هنا التنقيط، وعندنا مجموعة من التمارين، عندنا 6 تمارين، وعندنا تمارين في الهندسة. إذا هذه هي التمارين. إذا ليكون في علمكم أن التمارين قد وضعت في أكاديمية جهوية، يعني وضع أساتذة التلاميذ ديالهم، وأطلب منكم أن تلتقطوا صورا للفرد ثم تحاولون إجابة عنه، وبعد ذلك تقارنون إجابتكم بالإجابة التي سنقدمها في هذا الفيديو. ولا بأس إن كنتم في عجلة من أمركم أن تتابعوا الفيديو، لأنكم ستستفيدون لا محالة من هذه الدروس إن شاء الله تعالى. إذا هذا هو الفرد كما ترون. إذا سأمرر التمارين أمامكم، عندنا التمرين الثاني، ثم بعد ذلك عندنا التمرين الثالث والرابع والخامس في هذه الصفحة. إذن هذه هي التمارين. إذن التمرين الخامس، التمرين الرابع، التمرين الثالث، والتمرين الثاني، والتمرين الأول. إذن سنقرأ التمارين ونجيب. إذن لكي لا أطيل عليكم، ستقرأون التمارين كالكولي A B C تلكو A كذا وكذا، المهم ثم تتقرأوا التمرين وتتحاولوا الإجابة عنه. أنا غادي نصر عليكم الفيديو إن شاء الله تعالى. إذن هكذا ستجيبون وتبعوا معنا، ستستفيدون إن شاء الله تعالى. جو كالكول، بتكتب أنت دائما تكتب أنا أجيب، مثلا أحسب، أنا تقول لك أحسب، تكتب أنت أحسب، يعني كالكولي تكتب جو كالكول أ بي إي سي. عندنا أ تلاحظوا أ تساوي 0.56 مقسومة على 7 مضروبة في 100 زائد 2 مضروبة الكل في على 5.2 ناقص 8.7. إذن في هذه الحالة شنديرو؟ تنجزوا العمليات اللي داخل الاقواس هي الاولى، عاد تنبداو العمليات. اذا ملي تنجزوا هذه العمليه 5.2 ناقص 8.7 تلقاو ناقص 3.5، لان هذا 5.5 صغر من 8، اذا غادي يكون سالب. ثم تنضربوها بجوج تعطينا ناقص 7، وتنبداو العمليه ديالنا. هنا عندنا 0.56 تقسموا على 7، يعني عندنا الضرب، عندنا اون لا ديفيزيون اي لا ملتيبليكاسيون، تنسبقو تنديرو العملية دو غوش ادغوا، تنديرو من اليسار الى اليمين. اذا تنديرو العملية ديال 0.56 مقسومة على 7 تتعطينا 0.08، وتنضربوها في 100 وتتعطينا 8، تنقسم منها 7 تتعطينا 8 ناقص 7 تساوي 1. وتنتقلوا الى العملية بي فيها كذلك الاقواس، ناقص 12.7 ركزوا معنا زائد 7.6 مضروبة في قوس آخر فيه 1.2 ناقص 2.1 الكل مقسوم على قوس آخر فيه 2.76 موان 7.35. إذا هذا خربشة ما تهمكمش. المهم عندنا ناقص 12 زائد 7 تعطينا ناقص 5.1 مضروبة في هذا الشيء في القوس هو 1.2 ناقص 2 تعطينا 0.9 ناقص، ثم ديفيزي باغ هادشي اللي كاين هنا تعطينا ناقص 4.59. إذا حاولوا نتوما تنجزوا العملية من هنا، بدات تنجز العملية بلا ما تشوف النتيجة. إذا هكذا نجيب. إذا عندنا 5.1 كانت عندنا ناقص 5.1 مضربة في ناقص 0.9، ناقص مع ناقص تعطينا زائد، إذا تتولي عندنا 5.1 مضربة في 0.9 الكل مقسوم على ناقص 0.45. لاحظوا جيدا عندنا هنا ناقص وناقص وناقص، نسيت واحد ناقص هنا، إذا غادي نديرو هنا ناقص، ناقص فاصلة كذا، ناقص 5.1 مضروبة في 0.9 مقسومة على ناقص فاصلة كذا، إذا بتعطينا، إذا ويبقى دائما ناقص لأنه يبقى واحد عندنا، إذا كذلك بتعطينا 4.59 مقسومة على 4.59 هي واحد، إذا غادي نديرو ناقص 1، هنا ما نساوهاش. إذا كذلك ننتقلوا للعملية السي، السي دائما أؤكد لكم على أنه دائما تراجعوا وقت ما جاوبتوا على شي تمرين في الأخير تتراجع. أنا درك درت التمرين ولقيت بأن درت فيه خطأ ديال الإشارة ديال ناقص نسيتها. إذا كذلك أنتم ملي درتوا شي امتحان، ملي تكمل قبل ما تعطي الأستاذ
الورقه ديالك عاود راجع، تقدر تلقى شي اشاره تخسر لك النتيجه اللي كنت بغيتي تحصل. عوض فاش قبض جوج نقاط على التمرين تتقمت صفر. اذا عندنا السي، السي تساوي قوس فيه ناقص 4.58 موان 2.67 موان 2 موان 15 كذا. اذا انت كدو كل قوس بوحدو. اذا هذا الاول بيعطينا ناقص، علينا ناقص 4 ناقص 2 بتعطينا ناقص 6 فاصله شي حاجه. المهم انت تجمعوا تلقاو ناقص 7.25. وانتم ما تزربوش في العمليات. ناقص عندنا هنا ناقص 12.7 مضروبه في 0.6. اذا هذا ناقص مع ناقص ويعطينا زائد. اذا بتعطينا ناقص 7.25 زائد 12.7 مضروبه في 0.6 تعطينا ناقص 7.25 زائد 7.62 تعطينا 0.37. اذا هكذا نكون اجبنا عن السي. ننتقل الى قال لك هنا اون ديزويغ لا فالور دو ا بلس بي بلس سي، يعني جمع ا زائد بي زائد سي. اش تلاحظوا هنا الخطا اللي قلت لكم درتو، حنا غادي نرجعوه دونك ونصحوه. اذا قلنا ا زائد بي زائد سي، لقينا ا تساوي 1 ولكن بي لقينا كتبت عليه شويه لاحظت هنا الخطا اللي درت. اذا كنت كتبت بي بان تساوي 1، اذا هي تساوي ناقص 1. اذا 1 زائد ناقص 1 هي 0. اذا زائد 0.37 وتعطينا المجموع هو 0.37. اذا ننتقل الى التمرين الثاني. عطاونا كالكولي بوي سامبليفي سي بوسيبل سو كي سوي. اذا عطاونا دي او اف جي اش. اذا غادي نكتبهم لكم هنا، ركزوا معنا. بديك تكتب انت جو كالكول، يعني احسب بوي جو سامبليفي سي بوسيبل، يعني واختزل ان امكن. اذا تنكتبوا دي ولا لي تخدي تساوي 5 على 7 زائد ناقص 2 على 3. اذا غادي نديروا تساوي 5 على 7 ناقص 2 على 3. اذا تلاحظوا بان هذا ما عندهمش نفس المقام. اذا غادي نوحدوا اون فا غيدوير او ميم دينوميناتور، يعني هو 21. هذا غادي نضربوه في 3، هذا غادي نضربوه في 7 باش يولي عندهم كلهم 21. اذا هاد 5 في 3 هي 15، ها هي هاد 7 في 2 هي 14. اذا وبيناتهم ناقص ناقص. اذا بتعطينا 15 ناقص 14 على 21، الكل بيعطينا دي تساوي 1 على 21. انتقلوا ل او، او عندنا موان 3 سيغ 5 بلوس 0.7. اشنو هي هاد موان سميتو؟ هاي شنا هاد السات هي 0.7 هي 7 مقسومة على 10. إذا بتعطينا عفوا ناقص 3 باش نوحدو المقام ديال هادي مع هادي، خاصنا نضربو هادي بجوج باش نحولها على 10. إذا بغينا نضربو ناقص 3 بجوج ونضربو 5 في جوج زائد 7 على 10. إذا من بتعطينا ناقص 6 زائد 7 الكل على 10. إذا تساوي ناقص 6 زائد 7 هي 1 على 10 هي 0.1. يمكن لكم تكتبوا في النتيجة 0.1 كوم النوم ديسيمال، ولا تكتبوا أون فراكسيون هي 1 على 10. إذا هكذا نكون أجبنا عن أو. ننتقل إلى إف. إف عندنا تساوي 13 سوغ موان 18. تلاحظوا هنا كاتبين لنا الإشارة لتحت، نقدروا نحولها لفوق. ناقص 11 على 12. إذا غادي نديروا ناقص 13 على 18 ناقص 11 على 12. إذن أشنا هو المقام الموحد ديال 12 مع 18 هو 36. لأن المضاعف أصغر مضاعف مشترك بين 18 و 12 هو 36. إذن هاد 18 غادي نضربوها بجوج وهادي غادي نضربوها في 3. داكشي اللي درنا في الأسفل، قبتنا 18 ضربناها بجوج، ولكن ما نساوش إلا ضربنا المقام في جوج خاصنا نضربو البسط في جوج. إذن بتعطينا موان 13 فوا 2 فوا 2 موان 11 فوا 3 سوغ 2 فوا 3 تتعطينا الكل ناقص 26 على 36 ناقص 33 على 36 هي موان 26 موان 33 سوغ 36. إذا النتيجة تعطينا هي ناقص 59 على 36. وهكذا نكون أجبنا عن إف. ننتقل إلى جي. إذا جي تلاحظوا بأن جي كتبين لنا 11 سوغ 16 بلوس كذا، أي هو النتيجة أي العملية. ركزوا معنا مزيان. إذا عندنا 11 سوغ 16 بلوس موان 30 سوغ 32 بلوس 15 سوغ 24. اش تنديرو؟ غادي تنقسموها على جوج لأن قابلة قسمها على جوج. بتعطينا 11 سوغ 16 موان 15، هاد 15 هنا 30 قسمنا على جوج و 32 قسمنا على جوج بتعطينا على 16 زائد 25 على 24. إذا هادو عندهم مقام واحد هو 16. إذا تنديرو 11 ناقص 15 على 16 بلوس 15 سوغ 24 تتعطينا موان 4، حيت هادي 11 ناقص 15 هي ناقص 4
عن الكل على 16، زائد هاد 15 هي 5 مضروبة في 3، و 8 مضروبة في 3 هي 24. إذا تنختزلو ب 3 تتبقى لينا 8. إذا كذلك هاد 4 على 16 تنختزلو نقسمو على 2 بتعطينا 2 في 2، ولكن ما نساوش الإشارة هي ناقص، و 8 في 2 تنختزلو ب 2 تيولي عندهم مقام واحد هو 8. إذا ملي تيولي عندهم مقام واحد 8 تنديرو الخط ديال الكسر و تنديرو ناقص 2 زائد 5 هي 3، الكل على 8. وهكذا نكون أجبنا عن الجي. ننتقلو إلى أش، تنشوفو أش كتبين لينا فيها 17 على 13 زائد ناقص 33 على 39 ناقص 13 على 26. تنعرفو بأن 33 هي 3 في 11. إذا تنكتبو 17 على 13 ناقص 33 على 39، تنحيدو القوس هو الأول، عاد تنبداو العملية، ناقص 13 على 26. هاد 33 هي 3 في 11 و 39 هي 3 في 13. تنختزلو ب 3 بيولي عندنا في الأسفل 17 على 13 ناقص 11 على 13 ناقص 13 على 26. إذا غادي نوحدو المقام ديال هادو بجوج اللي هو 13، وحدنا يعني نقومو بالعملية، عندهم مقام واحد تنديرو 17 ناقص 11 على 13 وتعطينا 6 على 13، وهاد الأخرى بقات هي 13 على 26، ما غيرنا فيها والو. إذا غادي نضربو هاد 13 باش نحولها ل 26، غادي نضربوها بجوج، وغادي نضربو كذلك 6 بجوج بتعطينا 6 بجوج هي 12، ها هي ناقص 13 على 26. إذا ولي عندهم مقام واحد هو 26، غادي نديرو 12 ناقص 13 على 26 بتعطينا ناقص 1 على 26، وهكذا نكون أجبنا عن جي. ننتقلو إلى عفوا أش، ننتقلو إلى إي، لحقنا إلى إي، عندنا إي تساوي لنا 17 على 14 زائد 11 على 21 زائد ناقص 22 على 42 زائد 11 على 14. إذا نركزو معنا مزيان. إذا تنحيدو الأقوس هو الأول وتنشوفو الحاجة اللي عند، لاحظو هذا فيه 14 وهذا 14، هذوك اللي عندهم مقام بحال بحال تنجيبو لبعضياتهم، وهذوك اللي عندهم مقام بحال هكا، هذا 14 مع 14 تنجيبو عندها هنا. إذا تتعطينا 17 زائد 11، 17 زائد 11 على 14، وهذا 11 على 21 تنديروها مع 22 على 42، لأن 22 هي 11 في 2، وهاد 42 هي 21 في 2، تنختزلو بجوج تتعطينا 11 على 21. إذا تلاحظوا بأن 11 على 21 ناقص 11 على 21، يعني نفس العدد، نفس الكسر تنقص تنزيدو تنقصو، إذا غادي نحيدوه بتعطينا 28، 11 زائد 17 هي 28 على 14. إذا إي تتساوي 28، تنعرفو بأنها مقسومة على 14 تتعطينا 2، وهكذا نكون أجبنا عن التمرين الثاني كاملا. ننتقل الآن إلى التمرين الثالث كما ترون يعني في شاشتكم. إذا عندنا التمرين أ إي بي سون دو راسيونيل نون نول كالكولي إكسبريسيون جي، هكذا المهم ها هي العبارة، غادي نوريكم كيفاش غادي تجاوبوا بطريقة صحيحة. إذا بغيت تكتب أنت أ إي بي سون دو نوم راسيونيل نون نول جو كالكولي إكسبريسيون، يعني أحسب العبارة جي اللي تساوي 1 على 2 ناقص 5 ناقص أ بين قوسين ناقص 2 بين قوسين بي زائد 7 على 2، ولكن سي إلا كانت أ ناقص 2 بي تساوي ناقص 3 على 2. غادي نحاولو نخرجو من هاد العملية هادي، نخرجو منها أ ناقص 2 بي، غادي نشوفو كيفاش غادي نديرو ليها. إذا أول حاجة غادي نحيدو الأقواس، إذا هاديك جي اللي كانت 1 على 2 ناقص كذا وكذا تنديرو هي 1 على 2 ناقص هاد 5، ها هي ناقص 5 ناقص ناقص أ هي زائد أ ناقص 2 بي هاي ناقص 2 بي، هاد ناقص زائد 7 بتولي ناقص 2 مضروبة في 7 على 2. إذا غادي نختزلو بهاد أون فا غيدويغ باغ 2، أون فا سامبليفي باغ 2 بتعطينا 1 على 2 ها هي ناقص 5 زائد أ، هاد أ لقيناه من الأول ناقص 2 بي موان 7. إذا الأرقام تجعزلهم بوحدهم ها هما 1 على 2 ناقص 5 ناقص 7 زائد أ ناقص 2 بي، وتتعرفوا بأن أ ناقص 2 بي لقيناها ناقص 3 على 2، عاود نفكركم فيها. إذا ملي تنحسبوا هاد الأعداد هادي تتعطينا 1 على 2 ناقص 5 ناقص 7 هي ناقص 12 زائد أ ناقص 2 بي. إذا هاد هاد 12 ومع 1 على 2 غنوحدو لهم المقام هو 2، وغادي نسامبليفيو بتعطينا 1 على 2 ناقص 24 على 2. إذا بتعطينا في الأخر ناقص
انا ناقص 3 على 2، جبنا هذا ناقص 3 على 2، علاش درنا بين قوسين؟ لان كان كيف قلنا ا ناقص 2 بي تساوي ناقص 3 على 2. اذا غادي نكتبوا ا 1 على 2 ناقص 24، 1 عفوا 1 ناقص 24 الكل على 2 ناقص 3 على 2، ها هي اللي هزينا من ا من دو موان دو بي، وتنحسبوا بتعطينا هذه ناقص 23 على 2 ناقص 3 على 2. اذا ناقص 3 بتعطينا ناقص 23 ناقص 2 الكل على 2 هي ناقص 26 على 2 تعطينا جي تساوي لنا 13. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين الثالث. ننتقل الى التمرين الرابع كما ترون امامكم. التمرين الرابع فيه اي ومجموعه من الاقواس ولي كروشي. اول حاجه غادي وكاتبين اي كاين جي. المهم غادي نبداو تنديروا الحسابات من داخل الاقواس الداخليين، فهمتي؟ اذا عندنا تتكتب انت جونليف لي بارونتيز اي لي كروشي بوي جو كالكول اي اي جي. اذا قال لك تنحيد الاقواس ولي كروشي المعقوفات وبعد ذلك احسب اي وجي. اذا عندنا اي تساوي لنا بين قوسين ناقص كذا. المهم كتبناها كما عطاوها لينا، ثم بعد ذلك تنحيدوا الاقواس. حيدنا الاقواس هنا عندنا ناقص 7 على 6 زائد 5 على 9 ناقص، لاحظوا حيدنا هذا الكروشي هو الاول، درنا ناقص هذا، درنا ناقص حدا القوس، ثم ناقص ناقص 13 هي زائد 13 على 6. اذا ثم بعد ذلك نكتب ناقص 7 على 6 زائد 5 على 9. هذا حيدنا الاقواس دروكا، بنديروا ناقص 11 على 12 وناقص 8 على 9 ثم زائد 13. اذا هنا بنديروا العمليه الحسابيه، غادي نشوفوا سميتو الكوسور اللي عندهم نفس المقام نجمعهم بوحدهم، بحال هذه فيها 6 وهذه فيها 6 جمعناهم هنا، هذه فيها 9 وهذه فيها 9 حطيناهم حدا بعضياتهم، وهذيك اللي فيها 12 خلينا هي الاخرانيه. اذا غادي نديروا ناقص 7 زائد 13 حيت عندهم نفس المقام، ناقص 7 زائد 13 على 6 زائد 5 ناقص 8 على 9 ناقص 11 على 12. اذا بتعطينا ناقص 7 على 13 تعطينا 6 على 6 بتعطينا هي 1، ثم زائد 5 ناقص 8 ناقص 3 على 9 ناقص 11 على 12 بتعطينا هاد 6 على 6 هي 1 ناقص 1 على 3، هادي تنختزلو ب 3 لان 3 مضروبة في 1 وهادي 9 هي 3 مضروبة في 3 تتعطينا 1 ناقص 1 على 3 ناقص 11 على 12. تنعرفو بأن 1 ناقص، إذا غادي نوحدو لهم المقام، هذا فيه 1 هذا فيه 3 هذا فيه 12، غادي نوحدو لهم المقام هو 12. إذا قلنا هذا في وين نديرو هي 12، 1 تساوي 12 على 12، هادي تنضربو في 4 وتنضربو في 4 تعطينا 4 على 12، وهادي تتبقى لأن فيها 12. إذا بعد ذلك تنقومو تنجمعو الكل وتنحسبو، تعطينا 12 ناقص 4 ناقص 11 الكل على 12، بتعطينا في التحت ناقص 3 على 12 هي ناقص 1 على 4. إذا بهكذا نكون أجبنا عن هذا السؤال، تنكتبوا اي وتنأطروها، ما تنساوش التأطير ديال النتيجة دائما. اي تساوي موان 4 سي موان زان سيغ 4، 1 على ناقص 1 على 4. إذا ننتقل إلى جي نفس نتابعوا التمرين الرابع كيف تشوفوا أمامكم. جاوبنا على اي بغينا نجاوبوا على جي. إذا جي تشوفوا العملية طويلة شوية ولكن غادي نمشيو فيها دقة دقة. إذا عندنا جي تساوي 5 على 16 وكاين ناقص لي كروشي، فهمتي؟ تنبداو تنحيدو لي كروشي هما الاولانيين عاد تنديرو. اذا تنكتبوها كيف عطاوها لينا، ثم بعد ذلك تنبداو تنزعو لي كروشي ثم تنزعو الاقواس. اذا درنا ناقص ها هو ناقص القوس كيف مكتوب، ثم لاحظوا ناقص ناقص وتعطينا زائد. اذا تنكتبو القوس كما هو، ثم بعد ذلك تندخلو هاد الناقص ولا زائد تندخلو على الكوسور اللي داخل القوس. اذا بتعطينا 5 سيغ 16 موان موان هي بتعطينا بلوس، يعني ناقص ناقص هي زائد، بلوس 9 سيغ 8 موان 26 سيغ 12 موان 11 سيغ 4 هنا زائد ناقص هي بتعطينا ناقص 15 على 24. وإذا تاني عاود نكتبو 5 على 16 زائد 9 على 8، هاد 27 هي 3 في 9 3 في 4 هي 12. إذا تختزلو ب 3 ناقص 11 على 4 ناقص هاد 15 هي 5 في 3 و 8 سميتو 24 هي 8 في 3 تنختزلو ب 3 وتتولي عندنا العملية هاد الشكل، يعني 5 على 16 زائد 9 على 8 ناقص 9 على 4 ناقص 11 على 4 ناقص 5 على 8. اش غادي نديرو؟ هادو اللي فيهم 4 نجمعوهم هو الأولانيين، عاد ديك الساعة نشوفو كيفاش نديرو ليهم. إذا هادو اللي فيهم 4 غادي نجمعوهم بوحدهم، إذا بتعطينا كذلك هادو اللي فيهم 8 نجمعوهم بوحدهم.
إذن عندنا 5 سور 16 خلينا من الأول بقات هي هي، ثم بغات تولي عندنا 9 ناقص 5 على 8 هي 4 على 8، ناقص 9 ناقص 11 هي ناقص 20 على 4. ثم بعد ذلك تنكتبو تتساوي لنا 5 سور 16 بلس 4 سور 8 موان 20 سور 4. إذن غادي نديرو هاد الأرقام غادي نحولهم نديرولهم مقام واحد اللي هو 16. هاد 8 غادي نضربوها في 2، هاد 4 غادي نضربوها في 4، إذا بتعطينا 5 سور 16 بلس 4 فوا 2 4 في 2 و 8 في 2 موان 20 فوا 2 فوا 4 سور 4 فوا 4. إذا بيولي عندهم مقام واحد كلهم هو 16. إذا الكسر الأول تعطينا 5 زائد 8 ناقص 80 تعطينا 13 ناقص 80 الكل على 16 هي ناقص 67 على 16. إذا تلقاو جي تساوي لنا موان 67 موان 67 هتتبان لكم بحال هادي موان 67 سيغ 16. إذا هكذا نكون أجبنا على هذا التمرين الرابع. ننتقل إلى التمرين الخامس. كما ترون التمرين الخامس يقول لنا سامبليفي لي غاسيوني سويفون، يعني اختزل الكسور التالية. إذا بغيت تكتب أنت الجواب ديالك جو سامبليفي لي غاسيوني سويفون وبغيت تكتب إم تساوي 78 سيغ 260، إذا أش غادي دير؟ أول حاجة تختزل بجوج تقسم على جوج، تنعرفو 38 هي 39 في جوج، 78 عفوا 78 هي 39 في جوج، إلا ما عرفتوش قسمو على جوج، نتوما ديرو عملية 78 وقسمو على جوج شحال بتعطيك؟ 260. وأكد على خاصكم تكونو حافظين جدول الضرب، ضروري تكونو حافظين جدول الضرب باش تجاوبو مزيان. إذا تتعطينا 39 على 130 اختزلنا بجوج. ثم تنتقلو تنعرفو 39 هي 3 في 13 ها هي 3 في 13 و 130 هي 10 في 13 تنختزلو ب 13 تبقى لينا 3 على 13 ميمكنناش نختزلوها. تندوزو العملية ديال إن، إن فيها موان 330 سور 231. إذا هادي تنعرفوها تتقبل القسمة على 3 هادي، وهادي كذلك تتقبل القسمة على 3. باش عرفنا تتقبل القسمة على 3 تنجمعو هاد لي شيفخ هادو هاد الأرقام هادو، واحد زائد جوج زائد 3 هي 6، إذا 6 المجموع ديالهم 6، إذا تتقبل القسمة على 3. ودرنا العملية هنا درنا 231 نقسم على 3 تعطاتنا 77. إذا هاد 231 هي 3 في 77، وهاد 330 هي 3 في 110. إذا تنختزلو ب 3 وتبقى لينا 110 على 77. إذا تنعرفو 77 هي 7 في 11، إذا تتشير لينا بأن هاد 11 هي 11 في 10 على 7 في 11. تنختزلو تنسامبليفيو ب 11 وتبقى لينا ناقص 10، وما نساوش الرمز دائما الرمز انتبهوا ليه، ناقص 10 على 7. اون باس مانتونو ا او، عندنا العمليه ديال او فيها 64 ناقص 35 الكل على ناقص 49 ناقص في 40. اذا اول حاجه تنشوفوا الاشاره كاينه موان في الفوق وموان تحت، اذا بتعطينا زائد. اذا كان عندنا جوج اشارات تعطينا جوج اشارات ناقص يعني سالبه تعطينا زائد. اذا دو سين نيجاتيف تعطينا سين بوزيتيف، هنا 64 × 35 سوغ 49 سميتو. إذا بعد ذلك تنقوم بعملية تنعرفو 64 هي 8 في 8 و 35 هي 7 في 5 و 49 هي 7 في 7 و 40 هي 8 في 5 تعطينا في الأخير. تنختزلو بالأرقام اللي تيتعاودو في الفوق والتحت تلقاو تبقى لنا 8 على 7. وهكذا نكون أجبنا عن التمرين الخامس. إذا ننتقل الآن أون باس مانتونا على جيومتري. التمرين الأخير هو ديال لي جيومتري، ركزوا معنا مزيان. إذا أول حاجة تنقراو التمرين مزيان وما نشوفو ما ديوش على الرسم اللي رسمو لينا. هما قالك أ إي بي سون دو بوان دو بلون تيلك أ بي تتساوي لينا 5 سنتيمتر. قالك عندنا نقطتان من المستقيم، جوج نقاط في المستقيم بغيت ترسمهم والمسافة بيناتهم هي 5 سنتيمترات. إذا أنت بغيت تاخذ المسطرة ديالك وبغيت تجاوب لينا على سميتو العملية. إذا بغيت تاخذ المسطرة ديالك بحال هكا وبغيت ترسم نقطتان أ و بي وتكون المسافة بيناتهم 5 سنتيمترات هكا. إذا أنت دير وتتربط بيناتهم، غادي نوريكم كيفاش تجاوبو. إذا نفهمو بعد الدرس سميتو التمرين هو الأول. او اي لو ميليو دي سيغمون، قالك هاد النقطة هي الوسط ديالو، ماشي كي داروها هاد او مرسمهاش في الوسط. المهم درنا إشارة بأن كاين واحد او. او بتكون لو ميليو ديال سيغمون، يعني سميتو منتصف القطعة ا بي الوسط ديالها. دي إلى دغوات باسون باغ لو بوان او اي نون بيربونديكولار ا بي، قالك هاد
هاد لا دغوات بدوز من الوسط ديال هنا ديال ا بي، ولكن ما غاديش يكون عمودي عليه. ام اي لو سيميتريك دو ا، يعني ام واحد المماثل ديال ا بارابور هاد، بغينا نديرو المماثل ديال هاد ا بالنسبه لهاد لا دغوات بتكون لهاد الجهه، كذلك بي المماثل ديالها بيكون في هاد الجهه، ولكن هاد لا دغوات بدوز من الوسط ديال القطعه. قال لك فير اون كونستركسيون، لا كونستركسيون بي ترسموها نتوما، ترسموها بهاد الطريقه. اذا انت تكتب انت جو في لا كونستركسيون، قال لك فير بغيت تكتب انت جو في لا كونستركسيون، بغيت ترسم واحد القطعه ا بي، واحد لو سيغمون ا بي بالمسطره ديالك، والمسافه بين ا و بي 5 سنتيمترات، ودير في الوسط ديالو لو ميليو ديالو هو او، في الوسط ديالو لو ميليو ديالو هو او، وواحد لا دغوات بغيت دير واحد الدروات كما درتي لها، بغيت دوزها من وسط او، ولكن ما تكونش عموديه على القطعه ا بي. ملي تدوزها ثم بعد ذلك تدير المماثل ديال ا بالنسبه لهذا المستقيم، يعني المماثل ديالو تيكون بيربوندك، تيكون على نفس المسافه، فهمتي؟ تديرو بالمثلث، تحط المثلث ديالك هنا وتتحسب المسافه اللي كاينه بين هنا وهنا، ولا تديرها بالنسبه بسميتو بي البركار. ثم كذلك بي بالنسبه لبي تدير المماثل ديال السيميتريك ديال بي في هذا الاتجاه هنا، وتتولي عندك الشكل ديالك على هذا الشكل هكا. اذا بغيت تكتب انت، قال لك السؤال الثاني كو ريبريزونت لا دغوات دي بور لو سيغمون ا ام جيستيفي، قال لك ماذا يمثل المستقيم دي، كو ريبريزونت لا دغوات دي ماذا يمثل المستقيم دي بالنسبه للسيغمون ا ام. انت بغيت تكتب انت لا دغوات دي ريبريزونت لا ميدياتريس، يعني المنصف ديال هاد القطعه تيدوز من الوسط ديالها. لا دغوات دي ريبريزونت لا ميدياتريس بور لو سيغمون ا ام تيدوز من الوسط ديالها. اذا تلاحظوا بان تيدوز من الوسط ديالها وعمودي عليها. اذا باسكو تكتب بويسكو ا اي لو سيميتريك دو بوان ام، بما ان ا المماثل ديالها هو ام بارابور على دغوات دي بالنسبه للمستقيم دي، اي لا ديفينيسيون دي كو، وبالنسبه للقاعده ماذا تقول لها؟ سي دو بوان سون سيميتريك بارابور اون دغوات، سي دغوات سي لا اي لا ميدياتريس، سي دغوات هنا خاصنا سي دغوات اي لا ميدياتريس. اذا لا ميدياتريس يعني القطعه اللي تدوز من الوسط ديال المستقيم وتكون عموديه عليه. اذا هذيك لا دغوات دي اللي قلنا فهي لا ميدياتريس ديال، بتكتب انت لا ميدياتريس دو سيغمون ا ام. وننتقلوا للسؤال الثالث، قال لك مونتخي كو ام ان ايتيكال 5 سنتيمتر، بتبين لنا قال لك بان الصوره ديالها يعني المماثل ديالها ام ان، هذه المسافه بين ام ل ان بتكون هي كذلك، بترسمها وبتبين بانها تتساوي 5 سنتيمترات. هذه المسافه بين هذه وهذه، هذه عرفنا من الاول فيها 5 سنتيمترات، ولكن هذه بين نبينوا بانها تتساوي 5 سنتيمترات، انت راه رسمتيها وغادي تحسبها بنص، ولكن خاصك تبينها لنا بالبرهانه. اذا بغيت تكتب انت في الجواب ديالك مونطرون كو، لنبين مونطرون كو ام ان ايتيكال 5 سنتيمتر، بتكتب بويسكو ام اي لو سيميتريك دو ا، بما ان ام هو المماثل ديال ا و ان اي لو سيميتريك دو بي، دونك لو سيغمون ام ان اي لو سيميتريك دو سيغمون ا بي. بما ان ام هي المماثل ديال ا و ان هو المماثل ديال بي، اذا المماثل ديال القطعه ا بي هو ام ان، ولا سولو لا بروبريتي دو كونسيرفاسيون دو لا لونغور. اذا وحسب الخاصيه اللي كان عندكم في الدرس تقول لك المحافظه على المسافه، اذا دونك ام ان تتساوي لنا ا بي تتساوي 5 سنتيمترات، دونك ام ان ايتيكال 5 سنتيمتر. ندوزو الان السؤال الرابع، تيقول لك مونتخي كو لي بوان او ام اي ان سونت اليني، قال لك مونتخي تكتب انت مونتخون كو لي بوان او ام اي ان سونت اليني، باش نبينو بانه خط نقاط مستقيمية يعني جاو في خط مستقيم واحد. بغيت تكتب انت انا او اي لو ميليو دي سيغمون ا بي، اذا تنعرفو بان او عطاوها لينا في الاول، قال لك بان او هو الوسط ديال القطعة ا بي، تكتب دونك او بما انها في الوسط ديالو فهي تنتمي لهاد القطعة، دونك او ابارتيان ا بي، دونك او ا اي بي سونت اليني، دونك هاد النقط الثلاثة فهي مستقيمية يعني في خط مستقيم واحد. إذا بويسكو ام او ان سون لي سيميتريك دي بوان ا او بي،
وبما ان ام او او و ان الممثلين ديال النقاط كذا وكذا، اذا دونك ام اي او سونتاليني. هكا غادي تكتب انت الجواب ديالك. قال لك ثم مونتري كو لي دروات ا ام، قال لك بين بان لي دروات ا ام و ب ان سون باراليل. قال لك بين بان لي دروات ا ام، ها هما لي دروات اللي عندنا هنا، بينو بان هاد لا دروات هادي، هاد لا دروات هادي كاملها مع هاد لا دروات بانهم متوازيين. اذا كيفاش تنبينو متوازيين؟ هذا نتعامد مع هذا، سمي هذا هاد لا دروات ا ام متعامده مع دي ومتعامده كذلك مع ان بي. اذا فهي فهاد الخطوط فهي تنقولو لها متوازيه. بتكتب انت الجواب ديالك مونترون كو لي دروات ا ام و بي سون باراليل. اون ا دي اي لا ميدياتريس دو ا ام، عرفنا بان دي هو الوسيط ديال القطعه ا ام، دونك دي اي بيربونديكولار ا ام. اذا هذا الرمز هذا تعني لنا بانه متعامد، هذه درت هذا الرمز هذا يعني متعامد. اذا المستقيم دي فهو متعامد مع ا ام، ودي كذلك الى ميدياتريس دو بي ان، اذا الوسيط ديالها، اذا دي كذلك متعامد مع بي ان. اور اون سي كو سي اون دروات اي بيربونديكولار، هادشي عرفتو قريتوه في السابعه في السنه الاولى، ملي تكون واحد الخط مستقيم ولا مستقيم متعامد مع خطين فهما متعامد مع مستقيمين فهما متوازيان. اذا اون سي كو سي اون دروات اي بيربونديكولار ا دو دروات الوغ سي دو دروات سون باراليل. دونك بغيت تكتب انت دونك بي ان اي باراليل يعني ا ام. وهكذا نكون اجبنا عن هذا الفرض. اذا اتمنى ان تكرروا يعني تحاولوا تجاوبوا عليه مره اخرى لوحدكم، وان تكونوا قد استفدتم. نلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى في نفس الموضوع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.